والله كل ما يعادون الناس ومحاكم وبلاغات وقضايا، هسا بكره عندنا محكمه، عرفتها؟ والصوفيه بيقوم ما عندهم اي حجه ولا اي دليل. زمان كانوا ناس اللي زيرك ومين داك وداك، قال ابن تيميه جزء كده رقم كذا، قال ابن القيم جزء كده رقم كذا، لما انجغموا بفضل الله وانفضحوا واتكسروا بفضل الله بقت الشغله شنو؟ محاكم. زي ما قال المثل السوداني، ضربني وبكى وسبغني واشتكى، دي بقت الحاله بتاعت الصوفيه الليله. الصوفيه قالوا الرب، والاحزاب كلهم ما صوفيه برام، كلهم قالوا الرب، كلهم شعبيين اتباع الترابي. الحمد لله رب العالمين، ربنا كشفهم للناس وما دخلوا مناظره مع اخواننا ديل في جامعه ولا في غيره الا انجغموا بفضل الله عز وجل. وامسك كل الاحزاب كلها شيوعيين، احضروا الاركان بتاعت اخواننا ديل في اليوتيوب، اي زول بجاسف بخش بتردم، حتى بيقولوا كده، بدل واحد بخش بيقول حس هتصوروني جيبوه في اليوتيوب، انت جاي ليه طيب؟ ما كلموك؟ دي الدعوه، والله دي دعوه الله، ونتحدى بها جميع عباد الله. دي الدعوه، دي الدعوه. اي حزب ما مصدق كلامنا ده اللي يجرب، اللي يجرب. سواطير الحمد لله ما نجحت، عكاكيز ما نجحت، حجار ما نجحت، عباد القبور لموا في زوجة واحد من أخواننا في منطقة من مناطق الجزيرة 20 واحد من عباد القبور، ضربوا المرة دي، مرة زول داعية من أخواننا سلفي داعية التوحيد في المنطقة، ضربوا المرة 20 نفر بحجار، جنى 8 شهور حبل بيه في بطونه وقع لما مات. لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا شنو؟ إلا عودية. فكل ما يزيد العداء، نحن بفضل الله جل وعلا بنزداد ثبات انه دي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما في غيره. ما معناته نحن قلنا حسين وفلان وبكر وشياب داخلين الجنة، ما قلنا كده، لكن قلنا دعوتنا دي اللي بتدخلك الجنة، بعد ده نحن مخلصين فيها منافقين فيها ده موضوع تاني حقنا بخصوص اشخاصنا، لكن الدعوة دي دعوة الله وما في غيره. واحدة بس، منو قال واحدة؟ وليه ضيقتوا الشغلة؟ احنا ما اللي احنا قلنا واحدة، ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. دي الدعوة، ما يغشك زول أبدا، ما يغشك زول، لا بندعيك لحزب ولا لجماعة معينة طائفة معينة ولا بندعيك لانتخابات، أبدا ما نازلين انتخابات ولا دايرين كرسي بتاع سلطة. شفت رئيس لجنة شعبية ساكت، احنا ما دايرين، إن ادونا لو ما دايرين وده طرفنا منه، ولا دايرين قروش. الليلة بناكل كسرة، بكرة بناكل موية، بعد بكرة الله رزقنا جداد، بعديه ما في حاجة، بنصوم بعديه تاني بناكل، لكن دي الدعوة. وما زلنا بنكرر نتحداهم كلهم، شك الناس الزعلانين ديل، الطريقه التجانيه السمانيه الختميه القادريه، داك بتاع الواقي الزكري اللي قاعد يجوض ده وغيرهم، كلهم من يتحداهم. عندنا واقي هنا السلفي، عرفته؟ يجب ان يميزوا بفضل الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.